ضمن فعاليات الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أقيمت طبعا يوم الأحد ندوة لأحمد فهمي تحت عنوان سماء الفن والكتابة. اتكلم خلالها عن بدايته ودخوله للفن من خلال فيلم كده رضا كمؤلف. كمان بالندوة أحمد حكى عن بدايته بالتمثيل من خلال فيلم ورقة شفرة اللي كمان شارك بتأليفه مع هشام ماجد وشيكو، وحكى عن تجربته الأولى مع أحمد حلمي بفيلم كده رضا، وقال إنه استفاد وتعلم منه كتير، فهو غير له من شخصيته وغير له نظرته للفيلم اللي صار أول فيلم ناجح من كتابته. وإحنا تواجدنا مبارح في ندوة طبعاً وتكلمنا مع أحمد أكتر وعرفنا منه عن مشاريعه اللي جاية، بعد أكيد ما كلمنا عن تجربته بالمشاركة في الندوة. والله أنا اتبسطت النهاردة جداً بوجودي معاكم وبالأسئلة كلها، أسئلة مختلفة غير اللي بتسألها في كل البرامج وكل الحياة. هذا كان تعليق أحمد فهمي حول معرض الكتاب اللي يقيم بدورته 53 بعنوان سماء الفن والكتابة بإدارة السيناريست محمد صلاح العزب، وحكوا فيه عن مجال الكتابة وصعوباتها واختلافها عن مهنة التمثيل. تعلمت كتير وبدأت بقى رحلة كتب السيناريو من هنا، عملت بعديها اتش دبور. مبسوط جدا اني كنت موجود مع محمد صلاح العزب، اخويا وصاحبي وراجل مثقف وبحب دماغه وبحب اتكلم معاه سواء في الندوة او حتى واحنا قاعدين مع بعض، فكانت القعدة لطيفة واتمنى يعني تكرر تاني باذن الله. وهلا صار وقت نعرف امتى راح نشوف احمد فهمي كمؤلف. والله بص انا كل الحاجات اللي بشارك فيها بيبقى ليك انبوت، بس اتمنى لسه كنت بقول الفتره الجايه كان في مشروع بيني وبين بيومي فؤاد، بس الاقيه فاهم يعني الاقي بيومي كان بطولته مطلقه، بس لسه المشروع يعني لسه بيتكتب، واعتقد ان هو هيكون هو وهشام ماجد على المشروع، هما الاثنين هيعملوه سوا، وهشام دلوقتي بدا يكتب في المشروع معايا. وعلى ما يبدو ان احمد فهمي راح يركز هالفتره على الكتابه. اتمنى ان انا اكتب فيلم ما بشاركش فيه كممثل مره، لان هو خلاص الكتابه انت مش مستني منها حتى عائد مادي، يعني بقيت اعملها لمزاجي قوي، فاتمنى ان انا اكتب فيلم مثلا حلمي او كريم. لكن ما راح يكون حاضر بسباق رمضاني لهالموسم كمؤلف. انا عايز اخش معايا 30 حلقه كاملين ومتعدلين وجاهزين للتصوير زي ما بخش اي فيلم، فاجلت ل 2023 وان شاء الله هبتدي كتابه من الشهر الجاي ل 2023، فعايز ابقى جاهز جدا يعني. وبالعوده لاحمد فهمي الممثل، وين صار مسلسل سفاح الجيزه المنتظر المستوحى من قصه حقيقيه؟ سفاح الجيزه بعد رمضان ان شاء الله، محمد صلاح العزب هو المؤلف، وان شاء الله بعد رمضان نبتدي نشتغل عليه يعني. احنا عاملين ريسيرش بشكل كبير جدا، مش انا بس، المؤلفين والمنتج وكل الناس، يعني كل الناس شغاله بشكل عاملين ريسيرش كبير. الحدوته اصلا سبايسي جدا وعجباني جدا، حتى بتفرج على فيديوهاته هو عشان ابقى عارف، احاول اشوف الكاركتر دي عامله ازاي، لان مش عارف اقابله طبعا، بس لكن ان شاء الله المشروع ده يطلع بشكل كويس. لكن شو بالنسبه لفيلم مستر اكس اللي روج له من خلال هالصوره وكتب قريبا؟ مستر اكس ان شاء الله اول مارس هنكون بنصور، اطار كوميدي اجتماعي بس بفكره جديده خالص، التصوير ان شاء الله يكون بين مصر وايطاليا اعتقد يعني. وبعيدا عن اعماله، ما ممكن ما نساله عن النجاح الكبير اللي حققته زوجته هنا الزاهد مع احمد حاتم بمسلسل انا وهي. شكله ام مضايق عليك النهارده. حلو قوي حلو قوي حلو قوي قوي، حلو جدا مسلسل. بشكر سامح عليه جدا، سامح عبد العزيز، استاذ اشرف قبلهم طبعا، كلهم احمد وهنا عاملين شغل جامد جدا. هنا من عمل لعمل بتطور بشكل مرعب. هنا من والله مش عشان مراتي والكلام ده خالص، انا ما بجاملش يعني، كنت هتجنب السؤال. هو انا بدعمها كجمهور، لكن انا ماليش علاقه بشغلها تماما يعني. وبما انه احمد معروف بارائه الصريحه واللي دائما بتكون مباشره وواضحه، حبينا ناخذ رايه حول الانتقادات اللي تعرض لها حسن رداد على خلفيه تصريحه الاخير بحفل موسم الرياض بالجوي اوورز عن امنيته انه يعيش بالسعوديه لانه ملتقى الفن. طبعا يا جماعه، حسن رداد مش غريب عن موسم الرياض، لانه عندك هنا اعمال فنيه وعندك مسرحيه كازانوفا كمان. كيف شايفها وكيف شايف تفاعل الجمهور معاها؟ والله انا عايز اعيش هنا يعني. يا سلام، خلاص حسن عاوز يعيش هنا. اولا ده مكانك وده بيتك. طبعا انا ما سمعتش تصريح حسن، بس كرم الضيافة اللي تقابلنا بيه والحفاوة اللي تقابلنا بيها، أعتقد أن حسن كان بيرد بذوق وبشياكة، ممكن يكون الكلام اتخذ بشكل معين، أنا ما سمعتش حسن قال إيه والله كفيديو، بس أنا من معرفتي بحسن يعني لا يمكن حسن يقلل من قدر بلده أو من قدر ريادة مصر الفنية. من معرفتي بحسن ما أعتقدش أنه ده اللي يقصده، بالعكس إحنا مصريين وبنرد الشياكة زي ما تقول بشياكة، فأعتقد أن حسن كان ده يقصده.